ممتاز أخ عبد الله، خصوصا في الانتخابات وبالأخص الانتخابات الحالية، يعني دائما نسمع الإشاعات تتكرر. اليوم مواقع التواصل الاجتماعي تطورت، يعني 2016 اليوم أصبحت هناك مواقع إضافية، بالإضافة إلى ذلك من خلال هذه المواقع تستطيع أن تبث أي خبر سواء كان خبر صادق أو غير صادق. فعلى الإعلام الإلكتروني الانتهاج بالنهج المهني في وسائل الإعلام والالتزام بقانون 8/2016. ما ننسى أخ عبد الله اليوم أيضا في الإعلام الإلكتروني لجأ جميع المرشحين في هذه الانتخابات بسبب الأوضاع الحالية والأوضاع الراهنة، يعني نمر في أزمة كورونا، من خلال هذه الأزمة يستطيع كافة المرشحين نقل رسائلهم وتوجيهاتهم وأمورهم للناخبين عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي والصحافة الإلكترونية أكثر من أي وسيلة أخرى.